عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. كدرتوا مع الصهد كاينين مع الجو، ولكن براد الحال براد الحال بني بلال، ولا الجو زوين. جاب لي واحد السيد البيض بلدي الله يجيه الخير. وهنا عندي الخضرة مسلوقة، الخضرة ماشي مسلوقة، مبخرة، غدرتها في الكسكاس وبخرتها وكنت كليناها اول البارح وبقات منها، والشي اللي بقى غندير به الغدي اليوم. ولا انتم اللي عندكم الخضرة وداكشي ممكن ديروها، قالت لكم الخضره مبخره الا درتو شي سلطه ولا شي حاجه، ممكن ديروا بها غديوه معتبره فيها كلشي وتجيكم زوينه وسريعه ودغيا توجد لكم. غنبداو على بركه الله. عندي هنا ثلاثه البيضات اللي درت، ديروا قياس اللي بغيتو ديال البيض، درت انا ثلاثه. وهنا عندي هذه الخضيره، عندي فيها القرعه وفيها خيزو وفيها بطاطا، وعندي هنايا الفرماج ديال بارميزو اللي غادي نحك واحد شويه منه. كنجيب غير الحكاكه وبهذه هي اللي تتكون هكا مويانه، وغادي نحك واحد شويه بعد الميكا باش ما نحكهاش شويه، ماشي بزاف. الا ما كانش عندكم ممكن ديروا شي فرماج اخر الا بغيتو نتوما، اي نوع ديال الفرماج يجي فيها زوين. المهم انا دابا الفرن عندي، غادي نديرو دابا صافي هكا هاد الكميه ونخرجوا برا. راه دايره اول كلاد لهينا في البالكون حطيتها تما، حيت ما بغيتش تسخن ليا، واخا الحال بارد غادي تزيد حتى هي تسخن لينا الدار. وغنخرجوا دابا للبالكون غندي كلشي صافي. تنجي هنايا الاول كلاد، اللي ما عندهاش اول كلاد غدير سميتو، ممكن دير المقله، شد المقله ديالها ودير فيها ماشي مشكل. غنعطيها درجه حراره على 240 هكا نشعلها، وتنجيب هاد شويه ديال الفرماج، ممكن ديرو مقيله الا بغيتو كيف ما قلت لكم. وغادي نرش هاد الجبن هذا لتحت اولا البارميزان بهاد الشكل هذا هكا، فوالا صافي. وغادي نجي هنا نرجع للخضيره وغادي نشدها ونرققها هكا ونقطعها كلها طريفات يكونوا صغيورين. كاع هاد الخضره اللي متوفره عندكم نتوما ممكن ديروها، راه كتجي زوينه كاع بالخضر متوفره صافي. هنا وتنجي لها ثلاثه البيضات وغندير فيهم واحد شويه ديال الاوريغانو ولا الزعتر اذا كانت شي حاجه ثقيله ولا شي حاجه، كتجيني خفيفه انا كيساعدني في الهضم، كنديرو دائما كنقولها لكم. وغنديرها واحد شويه ديال المليحه على حساب هاد البيض، ان الخضره كلها فيها سميتو مفوراها مليحه رشها عليها. وهنا عندي البيستو ديال الجرجير راه شاركته معكم، ها هو شفتوا داك الجرجير اللي كنت جبت من ايطاليا، شفتوا كي داير. غنهز منه واحد المعلقه وغادي نضيفها هنايا، نحاول هادشي كاع نهبطو وغادي نخلط هادشي هنايا الجرجير مع هاد البيض هكا. ملي بغات دير حتى الفرماج هنايا ممكن ديرو، هنا الجرجير راه فيه فرماج فيه الكركاع فيه كلشي هنايا نطحن معاه تيجي زوينه هاد الخلطه بزاف. صافي غادي نضيف كلشي هنايا، نحاول نهبط كلشي هادشي على البيض. بغيتو ديرو الطون راه فيه مشاركه معكم بالطون، بغيتو ديرو الطون هنايا حتى هو خويا حتى يجي حتى هو بيه زوين. صافي غادي نخلط كلشي هنايا هكا، نشوفو هنايا الكلاط نشوفو الفرماج كتيولي ما فيهاش الزيت ديال هاد الخلطه هادي، هذاك الجبن راه فيه كلشي شفتو الشلطوط تيدوب الفرماج. وغادي نحاول نخوي دابا هادشي هكا هنايا، غادي نحاول كاع نزلعو هكا يوصل كلشي شفتو. غتجي واحد الوصفه زوينه بزاف جد صحيه، ويعني متوفر عندك وهانتي المهم راكي واكله في الدار شي حاجه صحيه ماشي ديال الزنقه. الدريجه واحد المعلم صاوب لينا الكليما، عرفتو مسكين كيتوجع بكرشو، قلت ليه مالك؟ قال قتلاتني اختي كرشو. وعلاش؟ قال لك كليت في الزنقه. واش كليتي؟ قال كليت على الروز بيض واحد الشلاضه وفيها الروز بيض. يلا قلت لي الروز بيض دار لك هاد الحاله يا خويا، حنا ناكلو نعمه طيشه والبيض وناكلو في الدار صافي. وغنسد عليها دابا ونخليها نمشي نوجد واحد الشليضه. هنا خليت هذاك الشيء كيطيب برا عندو شي 7 حتى 8 دقائق كاع الماكسيموم، وانا درت هنايا غير شلاضه. ها هي تعاوننا انا وجاكم وكل واحد دار حاجه. وجدت الخص، ها هو هاد الخصه قطعتها ودرتها هنايا هكا. هذا الجدر ديالك كيعجبني بزاف هذا صافي. هنا درت غير لافوكا الطوماط سوغيز والخيار، وندير عليهم واحد شويه ديال المليحه
شويه ديال الخل ديال التفاح تشيطو ديما اليه، هذا شفتو معايا من ايطاليا راه قريبي ساليتي سالي، وجبدو حيده اخرى تاير عندي كنجي معايا دوك الكم مولفاهم كنجيب معايا ورا ندير شويه ديال زيت الزيتون هكا غنحرك كلشي هادشي حركو مزيان لابوكا كتعطيهم واحد الكونديمنتو زوين ها ديال لي منجنا صنا ولي باي مارت نمشي نقلب المهم ناكل غير هادشي وعارفه اش واكله يعني ما ناكلش في الزنقه لان الفيروسات ديال الماكله ولاو بزاف حضروا راسكم واخا تاكلوا على الفاكهه خرجوا معاكم الفاكهه كما كندير انايا كنمشيو لابيسين هاد الايام انا وجاكوما كنخرجوا ولا داك العين ولا الفريغو ولا شي حاجه وكنديو معنا دائما الديسير وطريفات ديال الفروماج وصافي والبارب انا عزيز عليا البارب ها هي عندي الخضره انا دائما مسلوقه تتكون عندي في الدار هنايا هاد الصيف دابا عزيز عليا كناكلها وغادي ندورها هنايا البارب بهذا الشكل هذا مشى جاكم وجاب الحبق ها هو جاب شي وريقات ديال البازيليكو جيغاند وطفى ليا الاول كلادو تيغوت قال لي راه شي وجد انا نوري لكم هنايا الحبق ها هو كاين هذا هاد الحمر هذا اللي درنا داك الموف هذا زوين منين قلعتي جاكم هذيك واه هنا ديلاند هذا وهذا هذا الجيغانتي هذا زوين هذا الحبق هذا ومن هنا ها جاهز لهم ديما فاري لا بيتزا ستا بيتزا اصلا نديرو بيتزا باش نديرو فيها البازيليك والحبق ها عندنا الاوريغانو زوين انتم شوف بالكون شد راسو يلا جاكم يلا يلا الله رجع قبل ما نشدك يلا يلا قبل ما نشدك يلا يلا باي 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 هانتم ها هي وجدات شفتوا كي دايره ما شاء الله نجيو لها دابا طبيصلات هنا عندي غير كرموس ها هو كيعجبني كرموس ناكلو في كل ساعه كليت فيه بزاف في هاد الايام ملي جيت لدابا ما داك كليت منه شفتهم غير صغيور ولكن راه حلو زوين شفتوا كي داير معلك ومعسل صافي بارك عليا هادو كليت منهم بزاف اليوم صافي وغنجيب شويه ديال القرقاع ها هو وغادي نشدهم وغادي نفتحهم هكا قريقيعات وغنوضع حتى هما هنايا نزين بهم الطبق ديالي وفي نفس الوقت راه مغني القرقاع حتى هو باش غادي ناكلو قريقيعات حتى هما هنايا هكا صافي غادي نخرج دابا ندي الاطباق باش غادي ندير فيهم هذيك لافريطاتا اللي درت وغادي نوري لكم الشكل النهائي ديالها لان جد صحيه كيف ما قلت لكم تاكلوا غير مطيشه والبيض وتبركوا في الدار تاكلوهم ولا ديو معكم شي حاجه الا ما تقلتوش كاين كيتزير ضروري كتخرجوا خلاص لقيتو في الدار غتاكلو بحال هاد الشليده هادي عرفتو كتا تجي هادي تجي خطير نشوف لبغا تهز ليا دفعه وحده اوكي ها انتو نديرها كلها هنايا ما كتلصق ما حتى شي حاجه هذاك الجبن التحت ديالها شوف كتا تكون من التحت ها شفتو كثيره تجي مدير من التحت بين كوطة بين كوطة زوينة بشي حاجة خفيفة سامبلي تشي وداكشي اللي كاين النهائي ديال الغديوة ديالي هو هذا الصلاد ها هي كيما شفتو معايا من بعد ما درت ليها القرقع وداك الخليط ديال البيض مع الخضرة هو هذا واحد المشروب ديال النافع راه شاركتو معكم في الفيديو اللي فات النافع كنخوي عليه الما طايب وكنخليه حتى تيبرد تنديرو في الثلاجة وتنبقاو نشربوه يعني زوين في الهضم وداكشي وديسير تال العصر تال مورا الغدا والمهم عارفين اش واكلين والميكروبات ولاو كيدارو بزاف لهذا حدا يوريوسكم تمنينا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو وتشجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله.